سلام الله عليكم، معاكم زيناتي. النهارده ان شاء الله رب العالمين حابب اوريكم تول لذيذه ظريفه هتساعدكم في ان انتوا في الديفلوبمنت بروسيس بتاعتكم، هتساعدكم في ان انت وانت بتكود مثلا ما يبقاش عندك كونفليكتس في الباكج دوت جيسون بتاعتك، ودوت بالنسبه لك هيديك الفرصه ان انت ما تضيعش وقتك في ان انت ازاي تعمل انيشاليزيشن للبروجكت وان انت تبتدي شغل على طول. التو بروجكتس او البروجكتس اللي انت مينلي هتشتغل فيهم في ان انا ديجري بتاعت يوداسيتي اللي هي الفول ستاك جافا سكريبت، انت هتستخدم فيهم حاجات زي بريتير، او هتستخدم فيهم اي اس لاند، او هتنتجريت مع تايب سكريبت في النود جي اس، او هتستخدم جاسمن. فبيزيكلي الثلاث حاجات دول انت هتحتاج ان انت تعمل لهم انتجريشن. فانا فكرت ان يبقى فيه زي، طبعا لو انت بتستخدم حاجه خارج يوداسيتي كبروجكت انت ممكن تستخدم الموضوع ده ديلي يعني في البروجكت بتاعك، لان انت اكيد بتحتاج ان انت تضيف ايسلنت، بتحتاج تضيف بريتير، بتحتاج تكتب تايب سكريبت كونفيجريشن جاست بالانتجريشن مع نود جي اس وتايب سكريبت. فتعال نشوف الكلام دوت ممكن يتعمل ازاي. اول حاجه خلينا اتاكد ان انت بس عندك، خش على nodejs.org وتاكد ان انت مينستول عندك النود جي اس. تمام، تعالى نفتح الفولدر بالنسبه لنا الفيجوال ستوديو كود امتي دايركتري. تعالى نكرييت مثلا امتي دايركتري ونكرييت فولدر ونسميه مثلا بروجكت. تعالى نخش جوه البروجكت بالنسبه لنا، فبقى عندي انا بروجكت بالنسبه لي. تعالى نشوف انا عايز اكرييت، قررت ان انا عايز انيشلايز، فبكرييت امتي فولدر اسمه بروجكت، وباجي اقول له هنا mpx mm زناتي ويب يوتيليتيز ات ليتست. بيزيكلي بيبتدي يقوم جاي قايل لي بكل بساطه انا في خدمتك، ازاي اساعدك؟ هل انت محتاج تايب سكريبت ستارتر كود كومبو؟ فاقول له بعد اذنك انا محتاج تايب سكريبت. فيقول لي انا بالنسبه لي هعمل لك نود جي اس ويز تايب سكريبت انتجريتد، هنزل لك بريتير، هعمل لك انستول للاي اس لينت بانتجريشن مع بريتير، هظبط لك الانفايرمنت فاريبلز عشان لو انت هتحتاج تستخدم انفايرمنت فاريبلز، وهعمل لك كمان انتجريشن مع الجاسمين عشان لو انت حبيت تكتب يونت تيستينج. وفوق كل دوت هيبقى في بيزك اند بوينت هنبتدي نستخدم. هتلاقي شويه مسجز بتظهر لك بتوضح لك ايه اللي بيحصل او واتس هابينج بيهايند ذا سين. هتلاقي البروجكت انيشاليزيشن، هينيشاليز الديتا اللي هو عايزها اللي انت محتاجها، هيظبط لك التي اس كونفيجريشن بتاعك اللي هو اللي انت ممكن تستخدمه، وهتلاقي ان هو عامل لك انستول لبريتير والايسلنت. بعد ما يخلص هتلاقيه في اخر بعد ما عمل لك الايسلنت وبريتير والانيشاليزيشن فايلز على طول منزل لك جسم ات ذا اند اوف ذا داي. هو كده خلص وقال لك انا تمام الموضوع، انت دلوقتي تقدر تستخدم البروجكت. تعال بقى نبتدي نشوف هو عمل انستول ليه. اول حاجه التي اس كونفيجريشن اللي انت هتستخدمها مع النود جي اس بتاعتك. عندك الباكج دوت جيسون، لو جيت فتحت هتلاقي النيم بتاعك اللي هو البروجكت، هتلاقي شويه كومنز متضافه لك دايركت، ازاي تستارت في الديف بتاعتك، ازاي تكلين الفايلز، ازاي تعمل بيلد، ازاي تستارت البرودكشن، ازاي تعمل فورمات يوزنج البريتيرز للفايلز بتاعتك، وازاي تعمل لينت. طبعا انت ممكن تزود حاجة هنا، وبدل ما تعمل تشوف ايه الحاجات اللي بايظة ممكن تقول له لو سمحت اللي تشوفه يعني اللي تقدر تعمله في اللينتنج تصلحه، ابتدي ان انت صلحته ومفيش اي مشكلة بالنسبة لك. وهتلاقي الباكجز ديت اللي نازلة نعملها انستول ويز سبيسيفيك فيرجن، حتى يعني مع الوقت ممكن اعمل لها ابديت مفيش مشكلة. البريتير الكونفيجريشن هنا انت في الفري ان انت تغير الكونفيجريشن بتاعت البريتير. الاي اس لينت موجود كل الرولز اللي انا ممكن اكون بستخدمها في البروجكت، مش كلها يعني اللي انت محتاجه من لي، ممكن انت طبعا تضيف رول، ممكن تشيل رول، ممكن تحط رول، اتس اب تو يو. والدوت انف عامل فيها البورت، تقدر تضيف وتقدر تشيل منها اللي انت عايزه. تعال نفتح السورس فولدر. السورس فولدر هتلاقي فيه الاندكس دوت تي اس. الاندكس دوت تي اس بيزك سيرفر ببيزك اند بوينت جيت ريكوست بترجع لي هالور. يعني لو انا جيت هنا قلت له بعد اذنك انا عايز، فتحت التيرمينال بتاعتي وقلت له انا عايز يارن ستارت ديف، فلقيته على طول راح عمل لي ران كوماند وقال لي ان انت بقى في سيرفر موجود على بورت 3000. لو جيت اجرب الاند بوينت اللي موجوده، خلينا نخش جوه بروجكت. لو جيت قلت له http اعمل لي جيت ريكويست على بورت 3000، فلقيت ان هو رجع لي هالو وورلد اللي هي اوريدي رجعها لي من هنا. طيب عظيم جدا.
فدي اول دي اول حاجه. طبعا موجود المورجن عشان خاطر اللوكس، يعني الحاجات اللي انت بيزيكلي ممكن تكون هتحتاجها في معظم الحاجات. اللذيذ في الموضوع برضو هتلاقي فيه تيستنج، هتلاقي فيه السبيكس تقدر تظبط فيها وتقول له ايه فين الهيلبرز اللي انت حاططها، الهيلبرز اللي هيبقى فيها الريبورتر اللي انت تحب ان التست كيسز بتاعتك تظهر له. وهتلاقي فيه فايل لذيذ اسمه index.spec.ts، ودوت في الغالب هيبقى فايل التستنج بتاعك او هتبقى فايلز التستنج بتاعتك زي ما انت عايز. وموجود تستنج لي اند بوينت يوزنج السوبر سيت، طبعا في الفري تماما، يعني لو انا جيت قلت له هنا يارن تيست فعلى طول هو هيقوم جاي عامل تي اس سي للفايلز بتاعتك ويبتدي يشوف ايه الحاجات اللي موجود عندك في التستنج ويبتدي ان هو يعمل لها تيست. يارن بيلد نفس الكلام وهكذا. في الفري تماما ان انت تبلي بالكود دوت، بس at the end of the day انت بقى عندك starter code تقدر ان انت تستخدمه من غير من الهصل بقى بتاع الconfiguration والباكجز والكلام ده. طيب في بعض الاحيان، في بعض الاحيان خلينا نفتح new terminal لذيذة كده وندخل جوه project عشان نبقى متأكدين ان احنا واقفين في البروجكت. في بعض الاحيان انت مثلا بيبقى عندك البروجكت بس ما بيبقاش فيه prettier مثلا for example، فبكل بساطة أقدر أقول له هنا التول برضو MPX MZNATI Web Utilities at Latest، بس أقول له بقى أنا مش محتاج كومبو المرة دي، أنا أوريدي عندي البروجكت بس أنا محتاج بس البريتير. هل أنت محتاج تايب سكريبت؟ لا مش محتاج تايب سكريبت. جاسمين كونفيجريشن؟ لا مش محتاج جاسمين كونفيجريشن. فيقول لي خلاص لو سمحت ارتاح وأنا هعمل لك كرييت للدوت بريتير وهكمل لك كرييت للدوت بريتير إجنور، وهعمل لك انستول وهضيف لك الفورمات سكريبت في الباكج دوت جيسون عشان تقدر تعمل فورمات وهنستول النيدد باكجز. طيب لو انا محتاج مثلا فور اكزامبل ال تي اس كونفيج، فبالتالي برضو نفس الكلام اقدر ان انا اقول له ام بي اكس ام زد زناتي ويب يوتيليتيز، اقول له انا مش محتاج كومبو ولا محتاج بريتير بس انا هستخدم تايب سكريبت، هختار الفريم ورك بتاعي اللي هو نود واقول له ان انا مش محتاج كونفيجريشن، وهقول له لو سمحت ضيف لي كمان مش محتاج اي اس لينت، فهلاقيه على طول ضيف لي التي اس كونفيجريشن الخاصه بيه. انه فكره بسيطه، فكره لذيذه، فكره تساعدك ان انت تشيل من على نفسك هاصل بريتير الاي اس لينت ان انت تانتجريت مع الجاسبين وتخرج دماغك بره حته الانستليشن بروسيس، لان انت على طول تبتدي تشتغل وتكتب اللوجيك بتاعك. للستودنتس اللي بيتفرجوا على الفيديو بتوع يوداسيتي، تراي ان انت تبلي في الفايلز ديت شويه، تقدر ان انت تضيف، تقدر ان انت تغير، تراي ان انت في السورس ان انت تحاول تغير في الاستراكشر بتاع الكلام دوت عشان البلاجرزم ما تضطرش ان انت البروجكت بتاعك يبقى بلاجرزم. بالتوفيق للجميع، شكرا ليكم، سيب لي كومنت في الفيديو برايك، ولو في حاجه حابب ان انا اضيفها في الويب يوتيليتيز، وما تنساش فولو ولايك وسبسكرايب عشان الفيديوز اللي جاية. شكرا جدا ليكو، سلام عليكم.